نفخر شركة الزامل للاستثمار الصناعي بتواجدنا بالهيئة الملكية وينبع صناعية. التواجد هذا من ما يقارب من 30 عام. تركيزنا على الهيئة الملكية والتأسيس فيها لم يأتي من فراغ، من البنية التحتية القوية، البيئة الاستثمارية الجاذبة، هذا الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد تماشيا مع رؤية المملكة 2030. الهدف الأساسي من تواجدنا في الهيئة الملكية وجميع المصانع في هذا الموقع العزيز هو الوصول إلى العالمية. الحمد لله تم وصول هدفنا، استثمارات في الهيئة الملكية موجودة الآن وتصدر إلى أغلب دول العالم، هذا بفضل الله عز وجل ثم بدعم الحكومة الرشيدة أيدها الله. موقع الهيئة الملكية جاذب للمستثمرين داخليا وخارجيا. الملموس في الهيئة الملكية الدعم المتواصل، تدليل الصعوبات للمستثمرين والصناعيين ملموس ويشكرون عليه. نتمنى أنه إن شاء الله تعالى رؤية الهيئة الملكية بمصاف الدول المتقدمة الصناعية، والحمد لله هذا تحقق. نسأل الله التوفيق وإن شاء الله تعالى من تقدم إلى تقدم.